انا رسام سوري عزيز الاسمر من مدينه بنيش في محافظه ادلب في شمال سوريا. حبيت انفي من خلال منصه تاكد هاي التلفيقات يلي اوردتها قناه روسيا اليوم على صفحاتها. هي قالت او عن لساني انه انا ما برسم غير عن القضايا الاجتماعيه. لا، نحن بنرسم عن القضايا الثوريه، عن القضايا السياسيه، عن مظلوميات الشعوب. انا ما زودت ولا اي وكاله ولا اي صحيفي ولا اي حتى مراسل هي هاي الاخبار اللي هي داولتها، وهذا كلام عاري عن الصحه جمله وتفصيلا.